السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة في يومه الثاني بعد المئة. ونناقش اليوم استمرار الغارات والمعارك البرية على الرغم من إعلان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال انتهاء العمليات البرية الأساسية في شمال القطاع وقرب انتهائها في الجنوب، كما سنناقش رغبة نتنياهو بتوسيع نطاق الحرب. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من عمان المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عاطف الجولاني. حياكم الله أستاذ عاطف. تحياتي لك وللجمهور الكريم. حياكم الله. وينضم أيضا إلينا عبر سكايب من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشة. حياكم الله أستاذة رتيبة. أهلا فيك وبجميع مستمعينا وضيفك الكريم. أهلا بكم. أبتدأ معك أستاذ عاطف، يعني في اليوم الثاني بعد المئة من هذا العدوان على قطاع غزة، كيف يمكن تلخيص صورة ما يجري من يعني أو ما جرى في خلال هذه المئة ويومين وموقف الاحتلال السياسي الآن؟ شكرا. من الواضح بعد 100 ويومين أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها. أعتقد هذه النتيجة الأهم التي يمكن أن نبدأ بها. هو تحدث عن القضاء على حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة، تحدث عن إنهاء حكم حماس وإدارتها للقطاع، تحدث عن تحرير الأسرى بالقوة من خلال القوة العسكرية. اليوم في تقديري أي تقييم موضوعي لنتائج الحرب بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب البرية والقصف المتواصل الذي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر، في تقديري الكيان الصهيوني، الحكومة الإسرائيلية، الجيش فشل في تحقيق أهدافه، لم يتمكن من تحرير أي أسير بالقوة إلا من خلال صفقة تبادل الأسرى، لم يتمكن من القضاء على قدرات حماس. ولاحظ خلال اليومين الأخيرين كانوا يتحدثون عن أن العمليات العسكرية انتهت في الشمال. بالأمس عاد رئيس الأركان الإسرائيلي وقادة الجيش ليقولوا أن حماس تعيد تجميع قواتها في الشمال، وقد يستدعي الأمر العودة لعمليات عسكرية في شمال قطاع غزة. هناك حديث عن الانتقال لمرحلة ثالثة عنوانها خفض العمليات العسكرية، لكن من الواضح أن نتنياهو ووزير الدفاع جالنت يترددان يتمنعان، وهناك يبدو نوع من الخلاف بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي حول هذه النقطة بصورة أساسية. اليوم هناك خلاف حول نقطتين أساسيتين: الانتقال للمرحلة الثالثة من مرحلة العمليات المخفضة، وكذلك اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. يرفض الجانب الإسرائيلي نتنياهو فكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية، أو يرفض مناقشة الوضع مستقبل الوضع في قطاع غزة. إذن الجانب الإسرائيلي في تقديري في وضع عالق، غير قادر على تحقيق الأهداف التي أعلنت للحرب، غير قادر على وقف المعركة، غير قادر على تحرير الأسرى. اليوم بدأنا نلمس خلافات حادة داخل الكابينة الإسرائيلي، مجلس الحرب الإسرائيلي. هناك ضغوط من ذوي الأسرى في الشارع الإسرائيلي. وصل الأمر أن يشارك بني غانتس وهو شريك أساسي في الحكومة، حكومة الحرب المصغرة، أن يشارك في مظاهرات ضد الحكومة تطالب بصفقة إطلاق أسرى الجميع مقابل الجميع. إذن هناك مشهد مرتبك إسرائيليا على المستوى السياسي، مرتبك على المستوى العسكري نتيجة الإخفاق في تحقيق الأهداف. هناك صمود للمقاومة بعد 100 ويومين. أنا في تقديري الكل يتحدث عن الإبداع والإنجاز في يوم 7 أكتوبر بكل المعاني العسكرية السياسية كل التفاصيل. ما حصل في 7 أكتوبر بالتأكيد إنجاز إبداعي للمقاومة. أنا من وجهة نظري أن صمود المقاومة لمدة تزيد على 100 يوم في ظل اختلال موازين القوى، وأن تتمكن المقاومة من مواجهة جبروت الاحتلال وإيقاع الخسائر التي حصلت، وأن تبقى صامدة وقادرة على إطلاق الصواريخ، قادرة على استهداف الآليات الإسرائيلية، إيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال، وأن تبقى الحاضنة الشعبية للمقاومة صامدة بعد هذه الفترة الطويلة،
ربما يكون هذا الإنجاز أعظم من إنجاز 7 أكتوبر. لدينا انتصاران في تقديري، إنجاز في 7 أكتوبر وإنجاز في حالة الصمود. نعم، طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذة رتيبة. يعني أستاذة رتيبة، واضح أن هناك تخبط في الجانب الإسرائيلي بين يعني القيادة العسكرية والقيادة السياسية مقابل الصمود وتماسك في الجانب الفلسطيني عند المقاومة الفلسطينية. يعني هذا التماسك مقابل هذا التخبط، كيف يؤثر على مجريات التفاوض على الأرض، وأيضا يعني على مجريات ما هو قادم من ملامح المرحلة المقبلة؟ يعني نعم، هو الرهان كان على قضية تماسك المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية الفلسطينية للمقاومة مقابل التفكك في المجتمع الإسرائيلي وزيادة الخلافات في المجتمع الإسرائيلي لتكون عاملاً حاسماً في إنهاء عنجهية نتنياهو وإنزاله عن الشجرة. الجميع أصبح مدرك بأن هذه الحرب لا تدار بعقلية المنطق أو حتى التكتيكات العسكرية التقليدية المتعارف عليها، وإنما بمنطق نتنياهو الذي يريد أن ينقذ نفسه من المحاكمات والمحاسبات التي أضيف إليها نهاية المحاسبة في أحداث 7 أكتوبر بعد فتح رئيس وزير الأركان الإسرائيلي تحقيقاً في مجريات ما حدث في 7 أكتوبر لتعيد وتشتعل مرة أخرى الكبانة المصغر العسكري في إسرائيل، ويبدأ مرة أخرى تراشق الاتهامات ما بين المعارضة والحكومة، ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الاستخباراتي في إسرائيل. وهذا طبعا شجع المجتمع الإسرائيلي في الخروج في مظاهرة اعتبرت الأكبر منذ بداية هذه العمليات العسكرية في الداخل الإسرائيلي، مما يعطي مؤشرات أساسية بأن المجتمع الإسرائيلي بدأ يتفكك من الداخل نتيجة هذه الحرب. خسائر اقتصادية ضخمة جدا، هجرة عكسية كبيرة جدا، وأيضا معارضة إسرائيلية تقوى وتشتد في ظل التخبط الذي يقوم به الكبانة المصغر للحكومة وتصريحات وزراء الحكومة وأعضاء في الكنيست التي أججت الرأي العالمي، وبحسب أقوال مسؤولين إسرائيليين هدمت الكثير من ما حاولت إسرائيل بناؤه في السنوات الماضية الأخيرة لتحسين صورتها أمام العالم وكسب ثقة العالم وعقد وإبرام اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية. كل ذلك، كل هذه الإنجازات يعتبرها الكثير من المسؤولين الإسرائيليين أنها انهارت في ظل إدارة الحكومة، حكومة نتنياهو، لهذه الحرب وتعنته. طيب عفوا أستاذة رتيبة، يعني تبدو نعم يبدو القادة الصهاينة مرعوبين من فكرة عدم تحقيق انتصار حاسم وواضح في هذه الحرب، ويقولون أنها يعني حرب موت أو حياة بالنسبة لهذا الكيان. هل هذا يعني التوصيف واقعي أم هو مجرد ل يعني تسويق هذه الحرب داخليا؟ هو ليس لتسويق الحرب، الموضوع بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل خلقت نوع من الرادع بمعنى أنها الجسم المخيف والرادع في الشرق الأوسط وخاصة في دول الجوار، صورة الجيش الذي لا يهزم، التقنية العالية، القدرات المتفوقة، الحضارة التي لا تهزم، وكل هذه الأمور التي روجت لها إسرائيل، روجت لمجتمع مستقر قادر على حماية المستوطنين لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل. كل هذه الصور التي خلقتها إسرائيل لنفسها خلال هذه الأعوام انهارت في 3 ساعات فقط من قبل تنظيم لا يعتبر حتى دولة، لديه إمكانيات محدودة، تكنولوجيا محدودة، لا نستطيع أن نتحدث عن إمكانيات دول تخاف من إسرائيل. وبالتالي انهيار هذه الصورة لإسرائيل كان مرعبا جدا لإسرائيل، وهي تريد استعادة صورة النصر، تريد استعادة صورة الهيبة. كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الحليف والشريك لإسرائيل، هي تستخدم إسرائيل لإدارة مصالحها في الشرق الأوسط. غياب هذه الصورة لإسرائيل معناه تهديد الأمن القومي الأمريكي وتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة من خلال الجسم الذي زرعته في الشرق الأوسط لإدارة هذه المصالح. نعم. وبالتالي نعم، هي بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة
كلاهما يعني انها حرب مصيرية وحرب وجود. نعم، حرب مصيرية وحرب وجود. ولكن أستاذ عاطف، يعني مع مرور كل هذه الأيام كما ذكرنا أكثر من 100 يوم ولم يحقق أي إنجاز سواء عسكري أو سياسي، يعني تستطيع أن تخرج به قوات الاحتلال من هذه الحرب رغم كل هذه الإمدادات والجسر الجوي من الولايات المتحدة ومن غيرها من الدول الداعمة لهذا الكيان، إلى أي مدى يحرج داعمي هذه الدولة؟ ولربما يعني يوجد أزمة ثقة بين هذه الدول وبين هذا الكيان بعدم قدرته على تحقيق مصالحها. هو يحرج الجانب الإسرائيلي ويحرج الحلفاء والداعمين الذين انحازوا للجانب الإسرائيلي في هذه الحرب ووفروا الغطاء السياسي، وفروا جسر جوي، الحاجات من السلاح، التمويل المالي. اليوم نحن نتابع ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، السباق الانتخابي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك تباين، خلاف داخل الحزب الديمقراطي، انتقادات ل بايدن من داخل حزبه، كذلك الرأي العام الأمريكي، استطلاعات الرأي كلها تظهر تأييد غالبية الأمريكيين لوقف إطلاق النار، وبالتالي هي تقف ضد توجهات الإدارة الأمريكية. الأطراف الأوروبية هناك تراجعات، تابعنا ما حصل في الموقف الفرنسي، فرنسا على سبيل المثال كانت من الداعمين بشكل قوي، صوتت في مجلس الأمن في الجمعية العامة لصالح وقف إطلاق النار. اليوم تقريبا يكاد يقتصر الأمر على الجانب الأمريكي. ألمانيا التي تنحاز بشكل يعني مستغرب حقيقة، بريطانيا كذلك تقف مع الجانب الإسرائيلي. هذا الثلاثي اليوم الذي يواصل توفير الغطاء السياسي للجانب الإسرائيلي، ولكن حتى هذه الأطراف تشعر بأن الضرر لم يعد يلحق بالجانب الإسرائيلي نتيجة استمرار العدوان. المحاكمة التي حصلت قبل أيام في محكمة العدل الدولية، في تقديري هذه المحاكمة حدث تحول مهم، أن تحاكم إسرائيل بين مزدوجين أمام العالم، وهي ليست محاكمة للجانب الإسرائيلي وحده، وإنما محاكمة للداعمين. إذا صدر خلال الفترة القادمة إدانة بارتكاب إبادة جماعية للجانب الإسرائيلي، معنى ذلك أن كل الأطراف التي دعمت وانحازت وزودت بالسلاح هي شريكة في هذا العدوان. اليوم هناك توجه من عشرات المحامين من جنوب أفريقيا لتوجيه اتهام للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا، توجيه اتهامات قضائية بالمسؤولية عن الجرائم التي ترتكب، لأن هي التي تزود الجانب الإسرائيلي. أعتقد نعم وصلت الأمور إلى درجة أن المجتمع الإسرائيلي لا يقتنع بأن هذه الحرب تحقق أهدافها، ولكن رغم ذلك نتيجة عملية التخويف المستمر من معركة حياة أو موت، وأنا في تقديري لديهم شعور بهذا الأمر، لكن يستغل هذا الأمر كذلك من قبل نتنياهو وجلن للحفاظ على حالة التأييد في المجتمع الإسرائيلي لمواصلة الحرب، شعور لدى الأطراف الداعمة بأنها تدفع فاتورة هذه الحرب وأنها تتحمل الثمن. هل تصل الأمور إلى لحظة تدفع هذه الأطراف لأن تعيد النظر في مواقفها؟ الجانب الأمريكي من الواضح أنه يمر بحالة ضغط شديد، والخلافات التي تحصل الآن، الجانب الأمريكي يتحدث صراحة أن إمكانية تحقيق أهداف الحرب غير ممكن، وبالتالي لننتقل إلى مستوى مختلف من هذه الحرب. نعم، يعني كما ذكرت أستاذ عاطف، هناك لربما تحشيد للداخل الصهيوني لدعم هذه الحرب، ولكن أستاذ رتيبة، هل يكفي الاصطفاف الداخلي في هذا الكيان المحتل لاستمرار هذه الحرب لربما أو هذا العدوان لمئة يوم أخرى، أم أن الأمور باتت أعقد من ذلك؟ أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع ليس متماسك إلى درجة فقدان كل الامتيازات والتمسك في الحرب. من المعلوم طبعا أن هنالك اتجاه يميني قام أو ساهم في إقامة هذه الحكومة الموجودة حاليا، المبنية على أساس التطرف الديني ومركزية التطرف الديني، ولكن هذا لا يعني بأن غالبية المجتمع الإسرائيلي تقف وراء
هذه الاسطوره الدينيه ودعم هذه الاساطير الدينيه. بالنهايه معظم المهاجرين الجدد لاسرائيل وهم تقريبا 50% من المجتمع الاسرائيلي بداوا يبحثوا عن طريق للخروج من اسرائيل. هنالك قرابه 1 مليون مهاجر بهجره عكسيه الى خارج اسرائيل، هنالك الكثر مما تضررت مصالحهم الاقتصاديه، وبالتالي اصبحوا يفكرون جديا بالهجره الى خارج اسرائيل. وبالتالي نحن لا نتحدث فقط عن مجتمع اسرائيلي غير متماسك لا يرغب بالحرب، دائما يبحث عن انتفاعات للبقاء في هذه الدوله. نحن نتحدث عن دوله لا تمتلك اسس اقتصاديه من ذاتيه في البقاء بهذه القوة. كل هذه العوامل هي عوامل حاسمة في تفكك داخل المجتمع الإسرائيلي والضغط على الحكومة الحالية لوقف الحرب أو على الأقل إقالة بنيامين نتنياهو ومحاسبته. أعتقد بأن العوامل الداخلية الإسرائيلية حاسمة في موضوع إيقاف الحرب بشكل سريع جدا. آخر الإحصائيات تحدثت أن هذا العام عائدات الضرائب فقط، يعني تراجع عائدات الضرائب في إسرائيل فقط سيصل إلى 35 مليار شيكل، أي ما يقارب 1 مليار دولار. ونحن نتحدث عن دولة لا تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية بعيدا عن ذلك، وبالتالي نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي قريب جدا. نحن نتحدث عن إصابات كبيرة جدا وإعاقات كبيرة جدا ودائمة في ما يعني يسمى بجيش الاحتلال، وبالتالي هذا الجيش لا يمتلك حتى رافد بشري كافي للاستمرار بهذه الحرب 100 يوم أخرى. فقط هذه الحرب وقودها اليوم هو تعنت بنيامين نتنياهو ودعم الدول الغربية له مثل الولايات المتحدة الأمريكية. مع توقف هذا الدعم لأي سبب، سواء كان الضغوطات الخارجية، سواء كانت بسبب محكمة العدل الدولية أو غيرها من الأمور، لن تكون الحرب قادرة على الاستمرار لساعة واحدة بعد اليوم. وبالتالي لا أعتقد أن المقومات جميعها والدلائل جميعها لا تشير إلى قدرة إسرائيل على الاستمرار كما يتحدث بنيامين نتنياهو لأشهر قادمة، وإنما حتى لأيام قادمة. وسحب ألوية الجيش من قطاع غزة هو استجابة لهذه الخسائر الكبيرة البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي أصبح منهكا وهو غير معتاد على خوض حروب طويلة الأمد. وهذه المرة الأولى التي يخوض فيها حرب استمرت لمئة يوم، ولا أعتقد أنه قادر على الاستمرار أكثر من ذلك. نعم، طيب بعد يعني كل هذه المعطيات أو مع كل هذه المعطيات وقرب الاستحقاق الأمريكي بالانتخابات الرئاسية و يعني إجراءات محكمة العدل الدولية ضد هذا الكيان، كل ذلك أستاذ عاطف، هل تعتقد أنه لربما يدفع الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه هذا الكيان لإيقاف الحرب يعني التقدم أو المضي قدما في عمليات التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى؟ نعم، هذا غير مستبعد. خلال الأيام الفائتة تم الحديث عن أن بايدن الرئيس الأمريكي أغلق الهاتف في وجه نتنياهو، هو يضيق ذرعا بالمماطلة التي يمارسها نتنياهو. تحدثت مصادر أمريكية عن أن دوافع سياسية وشخصية لدى نتنياهو وجالانت في إدامة الحرب بوتيرتها الحالية، ولذلك قد نتوقع خلال الفترة القادمة مزيدا من الضغوط الأمريكية لصالح تغيير مجريات المعركة، مسار الحرب، لا سيما وأن الجانب الأمريكي إضافة للعامل الداخلي المتعلق بالاستحقاق الانتخابي لديه تخوفات. هو لا يرغب بأن تتسع مساحة الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية، ونحن تابعنا خلال الأيام الفائتة اضطر الجانب الأمريكي والبريطاني لتوجيه ضربات في اليمن نتيجة اتساع مساحة الحرب. كذلك ما يحصل من تعرض القواعد الأمريكية لضربات، ما يحصل على الجبهة الشمالية مع لبنان كذلك من تصعيد مستمر. الجانب الأمريكي لا يرغب بتوسيع مساحة المعركة. الجانب الآخر، هناك قلق لدى الجانب الأمريكي، وخلال اليومين الأخيرين كان هناك قلق حتى من بعض الأوساط العسكرية الإسرائيلية من أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية. ما يجري في الضفة الغربية، ما جرى خلال الأيام الفائتة تصعيد غير مسبوق، المخاوف والتحذيرات التي تصدر اليوم من بعض الأوساط العسكرية الإسرائيلية أننا قد نكون أمام انفجار جبهة جديدة
داخل الساحة الفلسطينية، وبالتالي الوضع في الضفة الغربية مقلق للجانب الأمريكي، مقلق للجانب الإسرائيلي. هناك من رأى أن سحب بعض الفرق من قطاع غزة لربما يعني يتم تفسيره على أن هذه الفرق لربما تتجه باتجاه الضفة الغربية، هل ترى ذلك؟ يعني سحب القوات قد يكون له العديد من الأهداف، هي من جهة رسالة للجانب الأمريكي أننا ننسجم مع الخطة الأمريكية لخفض المعارك في قطاع غزة، وبالتالي نحن نقوم بسحب فرقة، وقبلها تم سحب مجموعة ألوية من قطاع غزة، ولكن هي ما تزال تحتفظ، الجانب الإسرائيلي يحتفظ بثلاث فرق ما تزال تعمل في جنوب قطاع غزة. ربما يتم توجيه بعض هذه القوات للضفة الغربية، تم الحديث عن أن الفرقة 116 التي سحبت بالأمس ربما تتجه إلى الضفة الغربية. نعم، هناك قلق متزايد من الوضع في الضفة الغربية، قد يتم نقل قوات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. الجانب الإسرائيلي من الواضح أنه مرتبك، ووجهت انتقادات واضحة لنتنياهو أنه يدير المعركة بدون استراتيجية، بدون خطة، يعني هناك حالة ارتباك، حالة تخبط، هو يواصل الحرب ولكن ليس لديه رؤية، عاجز عن تحقيق الأهداف، وبالتالي يعني لا يقدم للآخرين رؤية مقنعة، خطة مقنعة، استراتيجية لهذه الحرب. هذه حالة الارتباك في المشهد الإسرائيلي، حالة القلق في المجتمع الأمريكي، قد تأتي لحظة يقول فيها الجانب الأمريكي لنتنياهو إناف، يعني انتهى، لا نستطيع أن نتحمل استمرار الوضع بشكله الحالي، لأننا ندفع الثمن، ولست وحدك من تدفع الثمن، الجانب الأمريكي يملك قدرة كبيرة على ممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي. بدون الغطاء السياسي الأمريكي، بدون الدعم العسكري الأمريكي، في تقديري الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يواصل هذه الحرب. نعم، إذن سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا وضيوفنا الأكارم، ثم نعود إليكم مشاهدينا. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أهلا بعودتكم من جديد مشاهدينا. إذن في سياق تغطياتنا واستمرارا لهذه التغطية ومتابعاتنا الإخبارية لهذا العدوان الذي يقع على قطاع غزة، أتوجه بسؤال هنا للأستاذة رتيبة. أستاذة رتيبة، يعني ملف الأسرى وأيضا ملف محكمة العدل الدولية والصواريخ أيضا التي تطلق، ما زالت تطلق من قطاع غزة وتصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعني ضغوط أيضا دولية وأمريكية وضغوط اقتصادية وعدم تحقيق لأي من الأهداف المعلنة على الأقل، كلها ملفات تضغط على الحكومة وعلى الداخل الصهيوني. يعني أي هذه الملفات باعتقادك هو الأكثر ضغطا على حكومة نتنياهو وعلى الداخل الصهيوني بشكل عام؟ يعني هي جميعها مجتمعة تضغط على الكيان، ولكن الأكثر تأثيرا هي العوامل الداخلية. نحن نعلم بأن إسرائيل تدير الظهر للمجتمع الدولي، لا تأخذ بجدية موضوع محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية، ولا تأخذ بجدية قرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وتضرب بها عرض الحائط، وبالتالي هذا ليس عاملا حاسما بالنسبة لها، وهي متأكدة بأنها تحظى دائما في مجلس الأمن بحماية الفيتو الأمريكي ضد اتخاذ أي إجراءات جدية على أرض الواقع لوقف هذه الحرب أو حتى معاقبة إسرائيل. أما العوامل الداخلية، سواء كانت رفض عودة المستوطنين إلى بيوتهم إلى مستوطناتهم، سواء كانت في المستوطنات الشمالية مع الحدود في لبنان، أو حتى المستوطنات الجنوبية في الحدود مع قطاع غزة، وهذا يشكل عبء وعائق كبير على عاهل الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي أعتقد هذا عامل ضاغط بالنسبة لها. العوامل الاقتصادية الداخلية هي عامل ضاغط أساسي. بالنسبة لملف الأسرى، بنيامين نتنياهو لا يعير ملف الأسرى واستعادة الأسرى الكثير من البال، وهو أعلن منذ بداية الحرب أن هذه الحرب هي حرب مصيرية، حرب التحرير، وبالتالي لا يمكن أخذ الخسائر الشخصية في الحسبان على حساب المصلحة العامة، وبالتالي ممكن اعتبار كل الأسرى بأنهم منذ هذه اللحظة في عداد القتلى، وبالتالي حتى الجهود لاستعادة هؤلاء الأسرى أو المختطفين هي ليست بالجدية الكافية، وحتى المجتمع الإسرائيلي يستطيع أن يرى ذلك. وبالتالي أعتقد أن الضغط الأساسي على حكومة إسرائيل هو الهجرة العكسية وعدم عودة المستوطنين إلى مستوطناتهم، انهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل بشكل متسارع، وزيادة المعارضة لحكومة نتنياهو والثقة في كابينة الحرب الذي يديره. هذه العوامل الأكثر تأثيراً على حسم المعركة على الأرض وإنهاء أو يعني تأثيراً على القرار الإسرائيلي بإنهاء الحرب في الوقت الحالي. نعم أستاذ عاطف، يعني بنيامين نتنياهو لا يفتأ من محاولة كما ذكرت توسيع رقعة الصراع، هل يملك بالفعل يعني القدرة على ذلك، على يعني لربما لإنقاذ نفسه يوسع رقعة هذا الصراع، ولكن مقاليد هذا الأمر بيد من؟ هل فعلا الولايات المتحدة بيدها ضبط إيقاع هذا الصراع؟ نعم، أعتقد أن الذي منع اتساع مساحة المواجهة هو الجانب الأمريكي. نتنياهو منذ وقت مبكر كان يرغب بتسخين الجبهة الشمالية مع حزب الله، ولكن الجانب الأمريكي هو الذي كان يحول دون ذلك، ولذلك هو يرغب بقدر ما يفيد في إطالة يعني وجوده في السلطة. حسابات نتنياهو من الواضح أن الحسابات الشخصية تتقدم على حسابات الكيان، حسابات الدولة، وهذا الكلام يقول نفس القادة الإسرائيليون السابقون يتهمون نتنياهو بأنه يغلب المصالح الشخصية على مصالح الكيان، وبالتالي لا يعبأ بالخسائر
الاقتصادية، الخسائر البشرية، صورة الكيان التي تشوهت، وأعتقد هذه الصورة غير قابلة لإعادة الترميم. كل هذه المسائل الاستراتيجية يتم التضحية بها من أجل أن يبقى في السلطة. وبالتالي إذا كان توسيع المواجهة يخدم مصلحته ليس لديه مشكلة في ذلك. السؤال هل يعطى الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي؟ في تقديري لا، يعني العامل الأمريكي مؤثر في خيارات الجانب الإسرائيلي. صحيح الحسابات الداخلية هي الأساس، وبالتحديد تماسك الائتلاف الحكومي. اليوم الطرف الذي يضغط بصورة قوية على نتنياهو من أجل الاستمرار في المسار الحالي، إضافة للحسابات الشخصية بن غفير وسموتريتش، بمعنى قادة اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. سحب الغطاء عن نتنياهو من خلال الائتلاف يعني سقوط الحكومة، وآخر شيء يرغب نتنياهو هو أن تسقط الحكومة. طيب عفوا، بهذا السياق قادة اليمين، بهذا السياق قادة اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، يعني ما مدى الشعبية التي يحظون بها الآن في الداخل، في داخل هذا الكيان؟ هل لا زالت شعبيتهم كبيرة أم أنهم باتوا لربما يعني يغردون خارج السرب؟ يعني نحن سنكون خلال الفترة القادمة في تقديري أمام مفارقة غريبة في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي في ظل الشعور بالتهديد يزداد يمينية على مستوى المجتمع، ولكن الخيارات ستتجه باتجاه العسكر والجنرالات. كل استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة الماضية أظهرت تراجع حزب الليكود كحزب يميني، أظهرت تراجع الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة مثل حزب سموتريتش وبن غفير، وقد لا يتجاوز سموتريتش عتبة الحسم. بمعنى لو أجريت انتخابات خلال الفترة القادمة ربما لا يدخلان الكنيسة، وبالتالي يخرجان من الحلبة السياسية. معظم التأييد يذهب باتجاه بيني غانتس، كان جنرال سابق. وبالتالي في ظل الشعور بالخوف رغم الاتجاه نحو اليمينية، لكن الخيارات لن تكون بإعادة انتخاب اليمين، وإنما ستتجه باتجاه يعني معالجة عامل الخوف الذي يسيطر على المجتمع الإسرائيلي. ومن يعتقدون أنه يستطيع أن يعالج هذه التخوفات هم الجنرالات. لذلك هذه الأحزاب الدينية إذا يعني نظرنا إلى استطلاعات الرأي في تقديره هي يعني في طريقها للخروج من المشهد الإسرائيلي. يدرك بن غفير هذا الأمر، يدرك سموتريتش ذلك، يدرك نتنياهو أن فرصه وحزب الليكود سينزل إلى نصف المقاعد تقريباً، وبالتالي هذه الأطراف لا ترغب بحل ائتلاف الحكومي، ترغب بمواصلة الوجود في السلطة في الحكم حماية لنتنياهو من المحاكمة ابتداء، ثم حتى تبقى هذه الأطراف ضمن المشهد السياسي. لكن إلى متى يستطيع نتنياهو والمتطرفون في الائتلاف أن يواصلوا الوضع الحالي؟ هذا في تقدير مرهون باتجاهات الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي حتى اللحظة لا يضغط بالقدر الكافي من أجل تغيير المسارات. تخرج المسيرات في موضوع الأسرى، موضوع الأسرى ضاغط بشكل قوي، لكن نحن نتعامل مع شخص مناور من الدرجة الأولى. نتنياهو استطاع طيلة السنوات الماضية أن يخرج من كثير من المآزق، ما زال يأمل أن باستطاعته أن يتجاوز المأزق الحالي. لكن في تقديري، ولكن في ملف عفوا للمقاطعة، ولكن في ملف الأسرى بالذات، يعني إلى أي مدى لربما فيديوهات المقاومة الفلسطينية تلعب دورا أساسا في إحراج نتنياهو في هذا الملف؟ بالتأكيد تضغط على أعصاب الكيان بالكامل. نتنياهو المجتمع حين تخرج هذه الفيديوهات وهي مقصودة، وبتقديره هي جزء من الحرب المعنوية النفسية، جزء من إدارة المعركة من قبل المقاومة، تديرها في الجانب الإعلامي بذكاء شديد. وبالتأكيد حين يخرج فيديو من هذا النوع يزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي، على حكومة نتنياهو. قبل ذلك حين تم الكشف عن مقتل 3 أسرى، عدد من الأسرى على يد القوات الإسرائيلية رغم رفعهم للرايات البيض، هذه لها تأثير كبير في المجتمع الإسرائيلي، تنحت في حجم التأييد لاستمرار هذه الحرب. أن يخرج نحو 120 ألف إسرائيلي إلى الشوارع قبل يومين للمطالبة بصفقة تشمل الجميع مقابل الجميع، حتى لو تضمنت وقف إطلاق نار دائم مع المقاومة،
أنا أعتقد لا، هذا العامل يتنامى، ربما لم يصل حتى اللحظة إلى درجة أن يوقف الحرب، لكنه لا يمكن تجاهله كأحد العوامل المهمة، وبالتالي قضية الأسرى ملف ضاغط، الخلافات الداخلية ملف ضاغط، الوضع الاقتصادي ملف ضاغط، جملة ملفات في تقديري ستقود في نهاية المطاف لوضع نتنياهو أمام استحقاقات صعبة. نعم، طيب تنضم إلينا الآن من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي، حياكم الله أستاذة إيمان. أهلا بكم. أهلا بك أستاذة إيمان، حبذا لو تجملي لنا آخر التطورات في الضفة الغربية، هناك اعتقالات واشتباكات في بعض المناطق، حبذا لو تمدينا بالمعلومات. نعم، بداية من فجر هذا اليوم الثلاثاء كان هنالك عمليات اقتحام عديدة نفذتها قوات الاحتلال في أكثر من محافظة، شملت الاعتقالات، مداهمة المنازل، استجواب الأهالي، تخريب للبنية التحتية، تدمير كل ما هو أمامهم. نحن نقول بنية تحتية تشمل كهرباء وماء وإسفلت، كذلك الاعتقالات سببت في طريقة الاعتقالات المؤذية سببت في إصابة شاب أو أكثر من شاب، منها الشاب أمس ليلة أمس طفل فتى يبلغ من العمر 16 عاما، كذلك اعتقال طفل ضرب بأعقاب البنادق على رأسه في عرابة هي قضاء جنين. الآن قبل قليل خرجت قوات الاحتلال من مداخل عرابة ويعبد بعد تفتيش الهويات، كذلك فجرا جلبون، كذلك في رام الله وبيت لحم والأغوار، حيث قامت بتدمير المستعمرين بالإضافة إلى قوات الاحتلال إلى تدمير مزارع ودفع غرامات مبالغ كبيرة لمواطن فلسطيني حتى يتمكن من أخذ مجموعة من الأبقار تمت مصادرتها له. كذلك هنالك استخدم الفلسطينيون في معظم المواقع. الآن في هذه اللحظات قوات الاحتلال تتواجد في زواتا، قرية من قرى نابلس، كذلك أمس اقتحمت مخيم عسكر والمدينة وزواته هذه القرية، بالإضافة إلى حاجز حوار الذي لا ينفك أن يتركه الاحتلال من أجل إعاقة المواطنين. كذلك شيعت جماهير شعبنا اليوم في الخليل شهيدين وفي شهيد وشهيدة، كذلك طول كرم شيعت شهيدا رحمهم الله. نعم، يعني بالنسبة لتعامل الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية مع هذه الاقتحامات والاعتقالات وأيضا يعني أعمال المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق، حبذا لو تمدينا بهذه المعلومات أيضا. الكبت الذي ينم عن سياسة العقاب الغير مسبوقة، عقاب جماعي من قوات الاحتلال على سبيل المثال على محافظة جنين فهي مغلقة منذ 7 أكتوبر. كيف نقول مغلقة؟ مغلقة لا يمكن دخول أهالي 48، الاقتصاد ينهار، بالتالي يؤدي ذلك إلى الشبان الذين يبحثون عن رزقهم، يبحثون الآن عن المقاومة، عن حماية الشعب، عن الدفاع عن الأرض، عن استرداد الكرامة. عندما نقول هدم منازل وتخريب وإساءة للنساء والأطفال، فهذا يسبب تلقائيا ردة فعل عكسية للمقاومة، سواء كان عن طريق الأدوات البسيطة كالعبوات المصنعة، القنابل المصنعة بسيطة الصنع، أو عن طريق حجارة، أو عن طريق حتى وسائل التواصل. الكتابة الآن تعتبر اعتقال عليها وتهم ليست بالبسيطة. كذلك نلاحظ أن المقاومين بدأ عددهم يزداد، كلما ازداد، نحن نقول بعد 7 أكتوبر تجاوز 5000 أسير، وكان قبل ذلك أيضا 5000 أو 6000 أسير فقط من الضفة، أضف إلى ذلك لا يقل عن 2000 من غزة، هذا ما اعترف فيه قوات الاحتلال. نحن نقول عن أكثر من 12000
فلسطيني داخل سجون الاحتلال. هذا المواطن الفلسطيني لا يسمح لنفسه بأن تبقى كرامته هكذا، يجب أن يدافع عن أرضه، يجب أن يدافع عن أهله الذين في السجون. نحن نقول عن كبار في السن تم اعتقالهم لأن قوات الاحتلال تريد أبنائهم مطلوبين لإسرائيل أو لدولة الاحتلال بمعنى أدق. كذلك نلاحظ أيضا الأطفال الصغار يتوجهون في محاربة الاحتلال عن طريق خلال الحديث عن طريق التوجه إلى المقاومة الشعبية. نعم. المقاومة طيب. المسلحة بدأوا كلما اعتقل واحد جاء بدله عشرة. طيب. هذه سياسة أصبحت. نعم، أنتقل بسؤال هنا للأستاذة رتيبة، يعني انطلاقا مما قالته إيمان، يعني الشباب الفلسطيني يتجه نحو المقاومة الفلسطينية، وهنا سؤال الذي يطرح نفسه لربما، وهو يعني كيف لعبت عملية طوفان الأقصى ومعركة طوفان الأقصى دورا بارزا لربما في إثبات نجاعة العمل المقاوم في مقابل مسار أوسلو. بداية منذ يعني سنة 2019 الكل الفلسطيني مؤمن بأن مسار أوسلو سقط سقوطا داويا لا رجعة عنه، وبالتالي ليست 7 أكتوبر فقط التي أثبتت فشل مسار أوسلو. مسار أوسلو مسار فاشل ووصل إلى مرحلة لا يمكن إحياء هذا المسار من خلالها ولا بأي طريقة، ولكن مرة أخرى الحسابات المتعلقة بالثورة العامة في الأراضي الفلسطينية بالرغم من سياسات الاحتلال التي كانت متزايدة منذ بدء العام الماضي مع تولي هذه الحكومة لسدة الحكم وتصعيدها للعمليات في الضفة الغربية، بالرغم من أنه حتى الحكومة السابقة حكومة لبيد لم تكن يعني قد كفت أيديها عن مخيمات الضفة الغربية ومدن شمال الضفة الغربية، ولكن هذه الحكومة يعني كانت جهارة وعلانية تعلن عن نيتها بإعادة احتلال الضفة الغربية والسيطرة عليها، وأطلقت عمليات سميت جزء العشب وترتيب البيت وعمليات أخرى، ترتيب الحديقة والبيت وجزء العشب ويعني أمواج المقاومة، كسر أمواج المقاومة وغيرها من العمليات التي أطلقتها لمحاولة ردع الضفة الغربية عن الاشتعال في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي. هي كانت تعلم بأن وكل من يشاهد المشهد الفلسطيني يعلم بأن المشهد الفلسطيني يتجه نحو الغليان ونحو الانفجار، وكانت تحاول إسرائيل استخدام ما تسميه طنجرة الضغط للضغط على المواطنين في الضفة الغربية بحيث لا تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة التهاء الناس لربما بلقمة العيش أو حتى الاعتقالات المتزايدة أو حتى القمع المستمر. وقد شهدنا مثلا في الصيف الماضي الهجوم على مخيم جنين، حتى في إطلاق الصواريخ على مخيم جنين والقصف الجوي، وهذا كان غير مسبوق، بمعنى أن إسرائيل تعلم بأن الضفة الغربية على وجه الانفجار وتمارس السجن الكبير والضغط والحصار على قطاع غزة منذ سنوات، وهي تعلم بأن المجتمع الفلسطيني يائس من كل الحلول السياسية ولا يرى أي أفق سياسي، ويعلم أن الجانب الإسرائيلي لن يلتزم بأي جانب سياسي، وأن حتى الجانب الأمريكي لا يمكن أن يكون راعيا لأي عملية تفاوضية فلسطينية إسرائيلية نتيجة التحيز الكبير للجانب الإسرائيلي. كل هذه الأمور كانت والمؤشرات كانت موجودة من قبل 7 أكتوبر. ربما 7 أكتوبر هو عاد الأمل للشعب الفلسطيني بأن نهج المقاومة ما زال حي وقادر على الصمود. لربما ليست فقط معركة 7 أكتوبر هي التي تكون حاسمة، وإنما الالتفاف الشعبي حول المقاومة سواء كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، الحاضنة الشعبية للمقاومة كلها تثبت بأن الشعب الفلسطيني بكافة أوجهه وأيديولوجياته وتوجهاته يؤمن بحل المقاومة وانتهاء الحلول السياسية وعدم جدوى هذه الحلول السياسية بعد اليوم، خاصة إذا تحدثنا عن جهود سياسية بالمنحة التفاوضي مع
مع إسرائيل، فإسرائيل لا ترغب بدولة فلسطينية بشكل علني. بنيامين نتنياهو قالها في الشهر الماضي في خطاب له: أنا الشخص الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية، في إعلان يعني صريح جدا بأن إسرائيل ترفض فكرة حل الدولتين أو إقامة أي دولة فلسطينية. وبالتالي لربما يكون هنالك يعني مسارين، أو مسار المقاومة الشاملة، أو حتى مسار التدخل الدولي في إحقاق الحق الفلسطيني، طيب وليس المسار التفاوضي الذي أصبح لا جدوى منه. وطبعا اتفاقية أوسلو بموافقة الجميع وإقرار الجميع وإقرار حتى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي طيب سقطت هذا ولم تعد قابلة للمداولة. يعني هذا الخيار الدولي لربما يراه البعض مستبعدا، خاصة باتباع الغرب لربما يعني عقدة الذنب تجاه هذا الاحتلال من يعني السردية الإسرائيلية والمظلومية الإسرائيلية والهولوكوست وما جرى بعد الحرب العالمية الثانية، وتحميل الفلسطينيين هذا الذنب بفرض عليهم أو بأن يفرض عليهم يعني القبول بوجود هذا الكيان الغاصب في أرضهم. يعني كل هذه المعطيات أستاذ عاطف إلى أي مدى لربما تفرض لزاما ترتيب أو ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وعلى أي كيفية؟ يعني بداية فيما يتعلق بالسردية الإسرائيلية، أنا في تقديري السردية الإسرائيلية يعني سقطت خلال 100 يوم الماضية. المفارقة في محكمة العدل الدولية أن الطرف الذي يعني كسب التعاطف العالمي من خلال موضوع الهولوكوست والسلوك النازي تجاه اليهود هو الذي كان يحاكم قبل أيام في محكمة العدل العليا بارتكاب إبادة. والغريب كذلك أن الذي انضم لتأييد الموقف الإسرائيلي هو ألمانيا، ألمانيا التي مارست الإبادة سابقا بحق اليهود، ثم اليوم تقف معهم وهم متهمون بارتكاب جريمة إبادة. السردية الإسرائيلية في تقديري سقطت، وكذلك القناعة التي تتشكل على المستوى الدولي أن العنوان الاستقرار والتصعيد في المنطقة هو القضية الفلسطينية، بمعنى عدم فتح مسارات سياسية تقنع الشعب الفلسطيني بأن الحقوق يمكن أن يتم تحصيلها ضمن مسارات سياسية. أنا في تقديري هذا سيفجر الأوضاع، وستكون القناعة لدى الجميع أن ما حصل في 7 أكتوبر سيعود مجددا. العالم اليوم يدرك أن جذر المشكلة احتلال يمارس اغتصابا للأرض، وبالتالي هناك حقوق لهذا الشعب. أعود للبيت الفلسطيني، ولكن سريعا يعني لو سمحت لي بقي دقيقة من الوقت تفضل. نعم، بالتأكيد حالة الانقسام التي سادت خلال الفترة السابقة لمدة حوالي 17 عاما بالتأكيد استغلها الجانب الإسرائيلي، لعب على التناقضات والخلافات الداخلية. هل تكون 7 أكتوبر وطوفان الأقصى فرصة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟ هذا المأمول. للأسف حتى اللحظة لم تصدر أي إشارات عن السلطة الفلسطينية. كان بإمكانها أن تستغل المتغير الحالي لفتح نقاش داخلي فلسطيني فلسطيني بمعزل عن الضغوط الخارجية. ما تزال الفرصة مفتوحة خلال الفترة القادمة، لكن حتى اللحظة إذا سألتني هل تتجه الأمور في الساحة الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت، ليست هناك مبادرات من السلطة الفلسطينية حتى على مستوى توجيه دعوة للاستماع قيادي على مستوى قادة الفصائل. نأمل أن يتحسن الوضع الفلسطيني، أن نتجاوز حالة الانقسام، لكن الأمر ليس بالأمنيات وإنما بالمعطيات والمبادرات على الأرض. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من عمان المحلل السياسي الفلسطيني عاطف الجولاني، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفتنا عبر سكايب من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشة، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا ضيفتنا الصحفية الفلسطينية التي انضمت إلينا عبر الهاتف من جنين إيمان السيلاوي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول بطبيعة الحال لكم مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.